تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشيامنا كمغاربة اللي ورثناها على أبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العين حق، العين حق. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا منها، وقال في الحديث المذكور هو أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فالإنسان يتوقع من العين، ولكن لا ينبغي أن يقع له وسواس دائما، غيضربوني بالعين، غيطرالية، خبي هادي، شرى السيارة كيخبي هادي للفاش، كل مرة من ضرب معاه غطي وعاود شغل، شرى دار مخبيها توح ميسقني الخبار، دار أي حاجة في الحياة ديالو كيسترها مخافة من العين. مش لهذه الدرجة الإنسان هو أنه لا يتباهى ويضغر ما أعطاه الله تعالى أمام أناس اللي ربما قلوبهم مريضة، واحد قلبه مريض، واحد فقير أو معدم، أو بناته ما تزوجوش، أو ما نجحش في حياته، أو عنده شدائد، وكتجي أمامه كتبقى تفتخر، وأنا شريت فيلا، وأنا غادي نبني واحد الإقامة، وأنا غادي نسافر لإسبانيا، وأنا راه غندير كذا، تتفاخر وتتباهى. هو يا مكلوم مجروح ما لقيتاش ليلة، وإلا كان ما فيش قلب الإيمان راه يضربك بالعين، لأنك أنت تؤذيه فيؤذيك. أما في الأمور العادية راك تكون في الغالب السلامة والعافية. واللي خاف يقرأ عند شروق الشمس وعند غروبها، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، كيجمع يده هكذا بحال كيدير الفاتحة، كيجمع يده وينفث فيها ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، ثلاث مرات. ثم ينفث في الأول وفي الأخير ويمسح رأسه وجسده، صدره، ظهره، رجليه، يديه، كل جسمه، لا يخاف. ولكن ولده بعد عليه يتخيلهم أمامه ويقرأها ويتخيل أنه مسح عليهم إذا كانوا بعد عليه. ودابا الحمد لله احنا ولدتنا كل مجموعين فرحانين رغم هذه الأزمة ديال الكورونا، راه الولاد فرحانين الحمد لله، غيتلقاو التعليم عن بعد والتمدرس عن بعد، والعائلة مجموعة وغنتعلموا الماكلة قليل، هذه فرصة كنا غا كناكلو، دابا نتقلل من الطعام، وجميل أن نصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ونديروا الرياضة في الدار، نديروا الرياضة، راه كاين الانترنيت، لا سال ديال الايروبيك، وكدير الرياضة في الدار وتضحك وتلعب انت ولادك والزوجة والعائلة والأحباب، وإن شاء الله مريضنا ما عنده بس. لالة رشيدة الله يحفظكم، الله يرعاكم، والله يسعدكم. كنبغيك لالة رشيدة تبقاي معنا، ختم الحلقة غندير واحد الدعوة شاملة وعامة بدفع البلاء ودفع الوباء وبالشفاء لكل الأمراض والمرضى وكل المتعبين. الله يشفيكم ويحفظكم للرشيدة، ويسعد الإخوة والأخوات، ويحفظ لك الوليدات والزوج والوالد والوالدة، ويسعد كل أحبابك يا ربي يا كريم. بارك الله فيك، وتحية كبيرة إلى ساكنة خميس زمامرة. ألو ألو، السلام عليكم بنتي.
عليكم السلام. الله يبارك فيك لالا. ساعة مباركة هذه. الله يبارك فيك حياك الله. انا فرحانة بزاف شحال هذا وانا تنحاول مع الخط. يلاه شد ليا دابا. يا اهلا وسهلا بك لالا رشيدة. والله الا راني من المتبعين ديالك بزاف 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 وكن كتعجبني هاد الهضره اللي تتقول وهاد الحاتيت وهاد بزاف. بارك الله فيك يا بنتي رشيدة. وكي دايره لالا رشيدة مع هاد الازمه ديال كورونا؟ عندكم خميس زمام راه عندكم اسواق ربما الاسبوعيه. واش الناس تما في الباديه والناس اللي في الاقليم عندهم شي احتياطات كيتاخذوها؟ واش كيلقاو شي توعيه تما كيلقاو اللي ينصحهم واللي يوجههم ولا ربما ما وصلهمش بعض الاخبار؟ حنا تبعنا غير هذوك النصائح اللي كيقولوا في التلفازه. حنا طبقنا هذاك القانون، مابقيناش كنسلموا وما تخرجوش بزاف وباركين غير في البيوت ديالكم. في البيوت ديالنا. لا اله الا الله. والاسواق ديالكم لالا الاسواق السوق ربما كيكون ديال الباديه عامر بالخضروات والخيرات والناس مزاحمين بعضياتهم، واش باقي عامر؟ كاين الاكتظاظ كاين الازدحام. وهاد حنا عندنا كيكون الخميس، هاد الخميس داز عامر وشوف هاد السيمانه الجايه شوف كي غادي يدوز. هي الخميس هذا اللي فات كان عامر كان كيف العادة. كيف العادة. لا إله إلا الله. الله يحفظ الجميع. آمين إن شاء الله. بالنية الحسنة غادي يحفظ الله عباده المؤمنين والمؤمنات. آمين. الله يشافي الجميع يا رب. يا كريم لالا رشيدة، بغيت تدعي لي واحد البنية عندي مريضة. يا رحمن يا رحيم. مريضة بزاف، عندها توحد. الله أكبر. ما تعرف مسكينة الدار، ما تعرف ندير حتى حاجة، كل شيء كنديرو لها أنايا. لا إله إلا الله. وتنتمنى من الله والدعوات ديال الخير بنتي تشافى ليا وتقرا. شحال عمرها دابا لالا رشيدة؟ عندها 9 سنين. الله اكبر. وكاين تما شي مدارس عندكم خميس زمامره خاص بهاد الناس ديال التوحد؟ لا ما عندهم سكن حتى حاجه، هاد الفئه ما كاينش اللي كيسول فيها ولا ضايعه بزاف. لا اله الا الله. بزاف. انا كنقول درك انا باقا بصحيحتي، انا مقابله واحد الوقت كنشوف انا الى بقيتش كد عليها ولا مت مثلا ولا مرض. الله يطول عمرك. الله يحفظك يا لالا. إذا حل دابا تحل الباب وخرجت ما تعرفش السكينة فين ترجع، ما تعرف تقول ناكل، ما تعرف تقول نشرب، ما تعرف تحط حوايج ما تتلبسهمش. الله يكون لك ولي ونصير. امين. وبغيت تدعى عليا مع الواليد مريض والوالدة، ودعى عليا مع الدراري خوتي ما عندهمش الزهر في الزواج. يا رحمن يا رحيم. ودعا لي مع الزوج ديالي ومع عندي غير وليد وبنيه، ما كنتش كنولد ومعها تنعس 9 اشهر، الولاده ديالي صعيبه. الله يشافيك. عندي وليد واحد تنخاف عليه بزاف من العين. لا اله الا الله. كنحس واحد الخوف من كنقول عدا كيخرج وطرى لي شي حاجه كنحنا عسى 9 اشهر في الحماله ديالهم. وعندي بنيه مريضه وهو صحيح، بغيتك دعي لي معاه. يا ربي لا رشيد. قرايته وفي حفظه لي الله من كل مصيب. يا ربي يا ربي. ودعا لي مع راجلي كنخاف لي من العين درويش والزوج الصالح، الله يخليه لينا ودعي معايا حتى انا وليت كنحس راسي عيانة مع هاد الشيء مع ديال بنتي. لا اله الا الله. شي عياء في الداد ديالي كلها. الله يفرج عليكم لالا رشيدة. الله يفرج عليكم. شكرا لك لالا. نعم لالا. دعا لي مع واحد دريه بنت لوسي تا هي كان عندها العرس مسكينه دابا وتاجل لها مع هذا الشيء. اييه. اي الله يحفظ الجميع. يا رب. كنحس براسي يأسه ومليت من الدنيا ومليت نسمع هضرتك وتازت حياتيت وكنسمعك كنرجع نوض عاوتاني من كنحس كل شيء. الله يحفظك لالا رشيدة. الله يشافيك والله يعافيك والله يقويك يا ربي يا كريم. تحية إليك رشيدة وإلى كل ساكنة إقليم الزمامرة. وإن شاء الله تعالى كنبغي ننبهوا الأحباب ديالنا في الأسواق الأسبوعية، خميس زمامرة، جمعة تسحيم، سبت كزولة، وغادي هكا لحد البخاتي وغادي الأمور. هاد الأسواق الأسبوعية ربما الخطاب الرسمي كيتكلم بواحد اللغة أكاديمية، واحد اللغة اللي هي سليمة ومضبوطة، ولكن هؤلاء الناس اللي هما في البوادي واللي في القرى وخصوصا اللي عنده واحد اللسان غير عربي والأمازيغ وغيرهم هاد الناس هادو لابد خص التوعية توصل لهم،
بواحد الاسلوب بسيط، بواحد الدارجه اللي مفهومه وكتدخل القلوب وتدخل العقول. بل اكثر من هذا، كان واحد الفئه اخرى خصها توعها، وهما اناس اللي هما يا امراض، الناس اللي عندهم الصمم واللي عندهم البكم. هادو باش غنوعيوهم لابد تكون هناك جمعيات تاع المجتمع المدني او فئه معينه او افراد الاسره يقوموا بالتوعيه ديالهم. وهاد البنيه مثلا الرشيده اللي عندها التوحد، مرض التوحد صعيب وصعيب بزاف، هذا الثلاثي الصبغي العلاج ديالو باهظ، والعنايه في التمدرس مكلف، والمدارس اللي كيقوموا باستقبالهم محدودين. في الدار البيضاء عندنا واحد المجموعه ديال المدارس كتستقبل هؤلاء الاطفال من اجل التعلم والتمدرس والتاهيل، ولكن مكلف تقريبا على الاقل واحد 3000 درهم في الشهر. وكتكون بعض الجمعيات اللي كتقلب على التمويل، ملي تلقى العائله معوزه كتقول لها غتخلصي 50%، و 50% تخلصها الجمعيه، وهذوك العائله كيقلبوا على 50% من جهه ثانيه، وربي كيسهل. ولكن هذا امر الله سبحانه وتعالى. بغيتك لاله رشيده ما تخافيش، الموت علينا حق، حتى واحد فينا ما غيتزاد نهار ولا غينقص نهار، الاعمار ديالنا محدوده. منذ ان خلقنا الله اجنا في بطون امهاتنا ونفخ في اجسادنا الروح، بعث الله الملكين وكتب رزقنا وشقاءنا وسعادتنا واجلنا، كلش مكتوب. حتى واحد ما غيزيد نهار ولا ينقص نهار. فهذه عقيدتنا نؤمن بها، وما نخافوش كذلك من ولادنا. كنقولوا غنموت وغنخلي ولادي، على انا اللي كنطعمهم، على انا اللي كنرزقهم، على انا اللي كنحميهم. انا راه غير هديه عطاهم لي مولانا، لكن رازقهم هو الله، وخالقهم هو الله، ومربيهم هو الله، والذي يعتني بهم هو الله تعالى. اما احنا راه بعضياتنا راه كنمثلوا، راه حتى واحد فينا ما كيقوم بشي شيء الا نوع من التمثيل، كاننا هذا ولي امر هذا، وهذا كيعطي لهذا، وهذا كينفق على هذا. والا فان الرزاق هو الله، والخالق هو الله، والبارئ هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله. واللي بغى شي حاجه كيرفع يديه للسماء وما يخافش. احنا عندنا اطمئنان كامل، عقيدتنا الاسلاميه فيها مدخرات قويه كتعطيك نفس ثابته وابيه. لالة رشيدة ايضا هاد الناس اللي هما داروا الاعراس، واحد مجموعه ديال العائلات ربما كتعدم خطوبه، كتعدم زفاف، كتعدم مناسبات، نتجنب هذه المناسبات. كاين اللي عنده العقيقه ما اختارش الولاده، جاء خصو يدير اسبوع، نعم يؤجل المولود ملي نستقبلوه نفرحوا به، ويعق عنه يوم سابعه. ولكن الوليمه لا داعي، ممكن يكون الهديه، لان الولي العقيقه ناكل منها، ندخر منها، ونهدي منها، ونتصدق منها. ممكن ديك الذبيحه يجي عندي المولود وانا عندي عقيقه، نذبح ديك الذبيحه، للذكر شاتان وللانثى شات واحده، ممكن نذبحها، ناكل منها، ندخر منها، نتصدق منها، ونهدي منها. لا داعي لكي اجمع العائله والاحباب، لان الظروف صعيبه، وشحال من واحد ربما كيبغي يدير خير ولكن كيتسبب في اذايه عدد ديال الناس. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.